لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر معرض فود أفريكا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، يعني ضعنا في تفاصيل وفعاليات معرض فود أفريكا من فضلك، تفضل. أهلا وسهلا بكما، أرحب بكما من مركز مصر للمعارض الدولية. نتابع مع حضراتكم افتتاح فعاليات النسخة السادسة لمعرض فود أفريكا، وهو أكبر معرض متخصص في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. هذا المعرض بدأ اليوم بافتتاح وحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وأيضا الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذين أكدوا خلال الكلمات التي ألقوها في المؤتمر الصحفي على أن هذا المعرض يمثل أحد يعني الركائز الهامة وتوجهات الدولة المصرية في تنمية وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، خاصة في مجال الاستثمار والصادرات الزراعية والغذائية. أيضا هذه النسخة تتميز بزيادة عدد الشركات، نتحدث عن 400 شركة مشاركة يمثلون 22 دولة، بالإضافة إلى الوجود المميز لدولة روسيا ضيف شرف هذه الدورة. روسيا تشارك ب 30 شركة من مختلف المنتجات، وكان لنا لقاء مع أحد الممثلين عن إحدى الشركات الروسية الكبيرة في منتجات الألبان، أكد على أهمية هذا المعرض في تبادل الخبرات والتسويق لمنتجاتهم، وأيضا التصدير إلى دول إفريقيا المختلفة. وعن استضافة أو اختيارهم لضيف شرف هذه الدورة، أكدوا على أن هذا يؤكد على قوة العلاقات ما بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية. نتحدث أيضا عن مشاركة قوية من الدول العربية الموجودة داخل هذا المعرض، نتحدث عن مشاركة قوية لدولة الكويت والإمارات الشقيقة، وأيضا المملكة العربية السعودية. أيضا هنا يعني استضافة مصر لهذا المعرض له دلالة كبيرة، لأن مصر باعتبارها يعني بوابة إفريقيا، وأن في مصر في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 زادت نسبة الصادرات الغذائية بنسبة 9%، والحاصلات الزراعية زادت بنسبة 18%. أيضا على هامش المعرض سيكون هناك بعض ورش العمل التي ستناقش سلامة الغذاء والتصدير لإفريقيا، وأيضا سيناقشون استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ستكون موجودة على هامش المعرض. أيضا اليوم تم توقيع عدد من البروتوكولات المختلفة ما بين وزارتي التجارة والصناعة والتموين وبعض الهيئات الصناعية المتخصصة في صناعة الغذاء المختلفة. هذه البروتوكولات تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الغذائية والتصدير إلى جميع الدول. فرصة كبيرة في هذا المعرض لجميع الشركات المشاركة فيه في تبادل الخبرات والنقاشات، خاصة أنهم يحتاجون إلى تسويق المنتجات لمختلف دول إفريقيا. فالتنوع الموجود داخل المعرض يعكس أهمية كبيرة لهذا المعرض إقليميا ودوليا. وأيضا يعني هذا المعرض من خلال الشركات الموجودة هناك مختلف المنتجات، نتحدث عن الخضروات، نتحدث أيضا عن الفواكه، نتحدث عن المخبوزات، كل المنتجات الغذائية. طيب أو حتى شركات الشحن يعني إذا التي كنت تقوم بهذه محمود المسؤولية. أسألك عن يعني جودة المنتج المصري مقارنة بالمنتجات الإفريقية وأيضا العربية. حضور المنتج المصري في هذا المعرض ضعنا في يعني ردود الأفعال حياله وتقييم الحاضرين له. هذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وهذا ما يميز هذه الدورة، هي جودة المنتج المصري ووجوده في مختلف الشركات التي تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو حتى تابعة لوزارة التجارة والصناعة. هناك أيضا هيئة تنمية الصعيد تشارك أيضا بمنتجات مصرية خالصة، وهناك بعض يعني المنتجين أو أصحاب الشركات التي التقينا بهم يتحدثون على أن صنع هذه المنتجات
المنتجات الذي يعني يسوقونها في هذا المعرض هي صنع مصري 100%، وهذا ما يميز هذا المعرض وهذه المنتجات. وهناك قبول، وعندما أيضا تجولنا وتذوقنا بعض يعني المنتجات الموجودة، فالمنتج المصري حاضر وبقوة، وشعار هذا المعرض هو يعني تذوق فرص النمو. فبالتالي هناك فرص كبيرة أيضا لتسويق المنتجات المصرية وفتح آفاق كبيرة وواسعة مع الدول الإفريقية المشاركة في مسألة تسويق المنتج المصري أو حتى التصدير إلى الدول الإفريقية المختلفة. فعاليات المعرض ستستمر اليوم، كان اليوم الأول، وسيستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري. أعود إليكم مرة أخرى. وصلت الصورة واضحة لنا، شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.